أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم بارك لي في وقتي، اللهم يسر لي كل امر صعب يا رب. بداية يا شباب، انا اسف على تأخير الريكورد ده، بس والله حصلت معايا ظروف العصر وكنت لازم اجل الريكورد بالليل يعني، فانا اسف اسف اسف. شكرا ودعوا لنا عشان الموضوع مأثر معانا جامد في الوقت. ربنا يبارك في الوقت يا رب، والحمد لله ربنا يبارك فيه. الله على بركة الله هبدأ الريكورد دوت. الريكورد ده المفروض هيجي فيه بقية الحاجات زي ما احنا ماشيين، برضه ماشيين لوكاش او كتل زي ما بنقول. في كتله اللي هي بتاعت الشيست والكارديو مع بعض، الحاجات اللي تعمل ديزنيا، هيموبتسيس، كاف اللي هو الليمب ايديما، اسايتس، كونجست النجبين، الحاجات اللي تعمل تشيست بين، اكيوت تشيست بين، اكيوت ديزنيا، الكلام ده كله، دي كلها اسئله تمام. فدي كلها لوكش على بعضها، بنسميها لوكش على بعضها. وبتيجي ان هو يقول لك بقى ايه الاسباب مثلا في كاردياك بيشنت، او ايه الاسباب في شيست بيشنت، او ايه الاسباب يعني ايه الكارديا كوزز، او ايه الشيست كوزز، او ايه مثلا الكوزز على طول، كوزز في ديزنيا مثلا يعني كوزز كلها سواء كاردياك او تشيست او غيره تمام. فاحنا لازم نبقى موظفين الكلام بطريقه حلوه. اول ورقه هتتابع معاها في الملف دي لوحدها يعني ممكن تاخد مني تلت ساعه بنشرح فيها. الورقه دي مهمه جدا 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 ومحتاجه فهم جدا جدا جدا. انا هقول دلوقتي ستايل معين هتمشي بيه في الورقه، وطريقه معينه هتبدا وتنهي بيها الورقه ان شاء الله. خلصتها بضمير، لذلك يعني الوقت ده محتاج فهم جدا 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 من اللي عليك. خلصتها هتعرف توظف الكلام، هتلاقي نفسك طلعت كميه اسئله بالعبيط. بص على الورقه من فوق، هيقول لك هدف الصفحه هو سؤال ديزني وقاف وهيموبتسيس ولو الليمبي ايديما وجنرالايزد ايديما واسايتس وكونجست نيكفين. اي سؤال من دول المفروض تبقى بعد ما خلصت الصفحه بتعرف تحله. ما عرفتش ما انت كده ما طلعتش بالايه، بالجلاشه بتاعت الصفحه. كاتب لك برضو على الشمال كده اهم حاجه ازاي توظف الكلام، وهنشوف مع بعض كده نشرح الاول الكلام فهما وبعد كده ازاي نوظفه. على بركه الله في عندنا صوره، صوره القلب زي ما قدام سيادتك كده، رايت سايد اهو، الليفت سايد اهو. الليفت سايد ده المفروض بيجي له من اللنج البلمونري فينز تمام، والبلمونري فينز بتجي له بتيجي الليفت سايد هنا اهو، ليفت اتريوم. فكان دكتور موافي يقول لك اهم حاجه ان الليفت اللي بحرف ال لو حصل ليفت سايد هارت فيلير يعني ده اللي باظ، هيأثر على اللنج الليفت، يعمل لنج كونجيشن من غير ما تحفظها. سواء عاوز تحفظها زي دكتور موافي ما بيقول ليفت لنج يعمل لنج كونجيشن، والعكس الرايت هيعمل سيستميك كونجيشن، لان كان في فينس ريتن جاي بالسوبيدو انفيو فينا كيفا على الرايت، فلو حصل ان الرايت باظ كونجيشن هيرشح سيستميك، يبقى سيستميك كونجيشن تمام. احفظ زي ما تحفظها، المهم من على الرسمه اصلا واضحه ان الليفت اهو، يبقى لو حصل هنا كونجيشن، كونجيشن ريتو جيد ريتو جيد ريتو جيد لحد اللنج بالمونري كونجيشن، لنج كونجيشن، والرايت سيستميك كونجيشن. اذا اول كلمه طلعنا بيها ان الليفت، شوف بقى انا كاتب ايه، الليفت يعمل لنج كونجيشن، الرايت هيعمل سيستميك كونجيشن. الكلام دوت ما بيتكتبش كده بس تمام. الكلام ده ما بيتكتبش كده جاست كلمه يعني، واحد يقول لي ما يا عم ما احنا عارفين الليفت لنج كونجيشن والرايت سيستميك كونجيشن وبعدين يعني. لا، هي الفكره مش في الكلمه دي بس، الفكره في الكلام اللي انت هتطلعه بقى. وانا اكتب لك حتى تحت كل واحد منهم كلام 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 كلام. انا كاتب ليه كلام كده كتير؟ عشان اوضح ان في لسه في كلام انت هتطلعه من اللي انا بقوله ده. بص كده معايا، كلمه لانج كونجيشن شادت منها كده سهم الكلام اللي هي تعني بالنسبه لي ديزني. ما لو حصل لانج كونجيشن مش هيقدر ياخد نفسه قوي، يبقى تعني بالنسبه لي ديزني، وتعني بالنسبه لي هيموبتسيس دم الكتير دوت، وبعد كده لو زاد قوي هيكح دم، تعني بالنسبه لي كف، فتعني بالنسبه لي الثلاث كلمات دول، ودول اشهر ثلاث اعراض اصلا هنتكلم عنهم، هنقول ايه اسباب الديزني، ايه اسباب الهيموتسيس، ايه اسباب القف. دول اشهر من اشهر ثلاث اسئله. طيب الرايت كونجيشن يعني بالنسبه لي ايه؟ على الشمال هناك مكتوب بالاخضر برده اهو، يعني بالنسبه لي ان الرايت اللي هو السيستميك كونجيشن، طالما السيستميك كونجيشن يعني بالنسبه لي ان يحصل كونجيشن في السيستم، يعني فيحصل اللي هو الليمب ايديما، اسايتس على الليفر، ليفر كونجيشن، كونجستد نيكفين، ديسبيبسيا، دي كلها تعني بالنسبه لي لفظ السيستميك كونجيشن تمام. يعني ايه برضو اللي انت عاوز تقوله؟ عاوز اقول لو جيت سالتك سؤال ايه اسباب الديزني، هتقول لي بلفظ واحد اسباب الديزني هو اللنج كونجيشن اللي جاي عن طريق اسباب الليفت سايد هارت فيلير. معايا؟ ايه اسباب الهيموبتس كذلك، ايه اسباب القف كذلك. تعال نشوف بقى تحت كلمه ليفت المربعين اللي في النص، في واحد للليفت وواحد للرايت، يعني ايه لفظ ليفت سايد هارت فيلير؟ يعني ايه لفظ ليفت سايد هارت فيلير؟ اكتب لك رقم واحد بالمونري كونجيشن. ما هو الليفت سايد يعني يحصل بالمونري كونجيشن، دي تعني بالنسبه لي ايه؟ او ديو تو ايه؟ ديو تو ليفت سايد هارت فيلير. وشديت لك اسهم كتير كده، اسهم دي كلها اسباب هتكتبها، يعني ده رغي بالنسبه لك. اللي هي ايه؟ بص كده على الليفت سايد، بص معايا على الرسمه فوق على الليفت سايد، مكتوب موجود هنا الصمام ده اسمه ايه؟ اللي هو الميتر، يبقى ميتر استنوزس، ميتر ريجيرش، اورتك استنوزس. بص الاورت الصمام الثاني، اورتك استنوزس، اورتك ريجيرش. الاورت ده الضغط، هايبر تنشن. هنا كمان لو حصل ميكزيديما في الليفت اتريوم،
تمام؟ دي كلها هتبقى اسباب اللي انا شد اسهم، اسباب ليه في السايد هتفل. انت عاوز تنجز وتقول ايه؟ اخلص يعني. عاوز اقول لك، تعالى بص معايا كده، لو قلت لك سؤال لذيذ قوي، ايه الكوزز اوف ديزني؟ ديزني انت عارف يبقى لانج كونجيشن، يبقى دي ليفت سايد، يبقى هكتب ايه؟ هكتب رقم واحد لانج كونجيشن ديو تو ليفت سايد هارت فيلير، واقوم نازل اند اتس كوز، واقوم كاتب اسبابه اللي هم، بص على الرسمه، مايتال ستينوزس، مايتال ريجيرج، اورتيك ستينوزس، اورتيك ريجيرج، هايبر تنشن من الاورتا اهو، هايبر تنشن، ميكزيديما في الليفت ادي، ده كله كتبت اهو، كتبت ربع صفحه من حته واحده اسمها لانج كونجيشن ديو تو ليفت سايد هارت فيلير، بالرغي بتعمل على الرسمه. ده تاني جمله هكتب بالمونري انفكشن، ما هو كونجيشن ده ممكن يقلب بانفكشن او وبعد كده كمان ممكن تكتب الانفكشن وبعد كده الاديم، فاحنا حافظينهم كده بالمونري اربع حاجات، بالمونري كونجيشن انفكشن انفكشن اديم، كونجيشن انفكشن انفكشن اديم، كونجيشن انفكشن انفكشن اديم، كونجيشن انفكشن انفكشن اديم. ايه اسباب الديزنيا؟ هتقول كاتب لي كده كاردياك كوزس بالمونري كونجيشن انفكشن انفكشن اديم، وتحت كلمه كونجيشن سبت مسافه عشان اقول ديو تو ليفت سايد هارت فيلير، واقوم راغي راغي اللي هو مايتال ستينوزس، مايتال ريجيج، اوتيك ستينوزس، اوتيك ريجيج، ميكزيديما في الليفت اتيم، كل الاسباب. يبقى تقول له كده لانج كونجيشن ديو تو ليفت سايد هارت فيلير اند اتس كوزس، وتقوم كاتب كوز بتاعت ليفت سايد هارت فيلير. فانت ازاي تلغي نفس الكلام؟ ايه اسباب الهيموفيسيس؟ تقوم قايل له كاردياك كوز رقم واحد، كاردياك كوز، تقوم كاتب المربع اللي قدامك ده بالمونري كونجيشن انفكشن انفكشن اديم، وتحت كونجن تقول له ديو تو ليفت سايد هارت فيلير اند اتس كوز، وتكتب من على الرسمه. بعد كده ايه اسباب الكف؟ كاردياك كوزس، تقوم كاتب بالمونري كذا 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 كذا. دي كلها اسمها ايه؟ اسمها كاردياك كوزس. في حاجه ثانيه بنزودها مع الكاردياك كوزس دول اللي هم كونجيشن انفكشن انفكشن اديمه، لو كان بص كتب لك كده زود في الهيموبتسيز والكف الاورتيك انيوريزم. عارف انت الاورطه بيبقى طالع من عند ال التو برونكاي، لما التركيب بتقسم الليفت ورايت برونكاس الاورطه كان بيطلع الاسندنج بتاعه كده ويعمل القرش. فلو حصل هنا انيوريزم هيبقى الانيوريزم ده ضاغط على مين؟ على البرونكاي، تمام؟ وبالتالي يعمل كف. طب لو ربشر في البرونكاي يعمل لك هيموبتسيز. فلذلك في الكف والهيموبتس انت هتزود تقول له اورتيك انيوريزم، في الكف تقول له عشان بايه؟ بكومبريشن على البرونكاي، في الهيموبتس تقول له عشان بيربشر في البرونكاي. يبقى انا كده خلصت كل الاسباب الثلاثه اللي هي اسمها كاردياك كوزس، المربع ده اسمه كاردياك كوزس. في كوزس ثانيه، لو جاء لك كوزس وسكت ما طلبش منك الكاردياك بس، هتقوم كاتب له كاردياك ثم تكمل، كمل كده في المربع اللي تحت. المربع اللي تحت بيقول لك تشيست كوزس. ايه اللي تشيست كوزس؟ كاتب لي جنبها هبد. يعني ايه هبد؟ اي حاجه في الشيست تعمل لك ديزنيا وقف. لو فاكر الدكتور موافي من سكيمه الشيست بتاعته كان يقول لك في اي حاجه بسد بين قف ديزنيا، وبالتالي القف والديزنيا موجودين في كل مواضيع الشيست. لكن الهيموبتسيز لا، الهيموبتسيز لازم في مواضيع ايه؟ السابيوراتيف لانج ديزيز. لو فاكرين السابيوراتيف بقى اللي هم البرونكياكتيزيس واللانج ابسس وكمان الحاجات العنيفه اللي هي زي التي بي والكانسر. فلذلك بص كده اكتب لك تشيست كوزز هابد، يعني كل حاجه في الشيست، اكتب اي حاجه في كده، بلوريز، نيومونيا، بلوري فيوجن، قلنا بلوريز ونيومونيا وبلوري فيوجن، خش بعد كده برونكياكتيز، خش بعد كده برونكيال ازمه، خش بعد كده اي موضوع السي او بي دي باللي فيه. كل حاجه في الشيست كان فيها بين وقف، ديزني وقف وبي، تمام؟ طيب فانا بتكلم عن ديزني وقف، هتكتبهم ما فيهاش مشكله. طيب اذا كان هيموبتس، شدد لك سهم كده واقول لك اذا كان هيموبتس لازم تكتب السابيراتيف بقى، ما تكتبش كل امراض اللانج، لا تكتب السابيراتيف لانج ديزيز بس، اللي هي اشهرهم كان البرونكياكتيزيس، لانج ابسس، وحاجات طبعا العنيفه زي التي بي والكانسر، الحاجات اللي كان فيها دم يعني، تمام؟ الحمد لله كلام حلو. بعد كده يبقى انا قسمت كلامي كاردياك كوزس، تشيست كوزس، اذرز. ايه الاذرز؟ الاذرز حاجه مميزه كل حاجه، هيموبتسيس كاتب لك بس قدامه كده وش وبقول لك ده دم. انا مش عارف بقى، ما انت عارف يعني ايه ده دم. اي دم في الدنيا من اسبابه بليدنج ديس اوردر، هيموفيليا، بيربرا، الكلام بتاع الدم ده اللي هي البليدنج ديس اوردر اللي هم هبل ونقص 2 فيتامين، هبل اللي هم هايبرتنشن، هيموفيليا، بيربرا، لوكيميا، هبل ونقص 2 فيتامين اللي هم فيتامين سي وفيتامين كي، اي مرض بليدنج في الدنيا بيحصل بسبب كده. فانا بكتب لك بس ده دم، تكتب بقى انت الهيموبتسيس بليدنج ديس اوردر اس كذا، وتكتب لك مثاليه. طيب من الازلز لو انا بتكلم عن الديزنيا، الديزنيا ممكن تحصل بسبب ايه تاني غير الكارديا كوز دي والتشيست كوز دي؟ ايه الازلز؟ الديزنيا بص عندك كده، قال لك ده المصل والنيرف اللي رايح لها، راسم لك كده اسمها المصل والنيرف. انت مثلا بتتكلم عن الشيست وول والمصل اللي عليه، ممكن يحصل ديزنيا مش قادر ياخد نفسه عشان المصل دي حصل فيها مايسينيا جريفيس او مايوباثي او نيوروباثي. فانا اكتب لك الثلاثه، ايه الثلاثه دول؟ اللي هم نيوروباثي، مايوباثي، مايسينيا جريفيس. نيوروباثي، مايوباثي، مايسينيا جريفيس، المصل هبطت يعني، تمام؟ الحمد لله. كاتب لك جنبها برضو كمان ثلاثه مع بعض كده، دول يعني الناس اللي هنتش او اللي عاوز يزود. الانيميا ممكن تعمل كده، تعمل ديزنيا طبعا.
الاسيد، لانه النفس اللي رايح له والاكسجين اللي رايح له مش كتير، قليل، فالجسم بيحاول يعوض فبيعمل ديزنيا. اسيدوزس طبعا بيحاول يعمل هايبر فنتليشن، يحاول ياخد نفسه بسرعه فيحصل ديزنيا. سايتوكسيكوزس كذلك، عشان الجسم ايه متشعل. تمام، انيميا اسيدوزس سايتوكسيكوزس، انيميا اسيدوزس سايتوكسيكوزس، الحمد لله. طيب اذا كان كف الاذرز، يعني انت كتبت في الكف الكاردياك كوزيس اللي فوق، بالمونري كونجيشن انفكشن انفاكشن اديما وكونجيشن ليفت سايد هارت فيلير واسبابه من عدسنا زي ما احنا ماشيين، ثم بعد كده بما انها كف هتكتب كمان الاورتيك انيوريزم اللي كان بيضغط على البرونكاي، ثم بعد كده تخش على الشيست كوز في كف يبقى كل امراض الشيست، اكتب اي حاجه تفتكرها، ثم بعد كده اذرز. ايه بقى تكتب ايه في الاذرز؟ الكف ممكن تحصل يا جماعه اذرز بالسنترال، انت عندك فوق حاجه اسمها كف سنتر، كف سنتر اللي فوق دوت ممكن لو حصل استيميليشن باي حاجه يبدا يحصل كف. اشهر الحاجات اللي ممكن تاثر سنترال وتعمل كف انكيفالايتس، حط معاها المينينجايتس ولو في برين تيومر، تمام، الحاجات اللي في البرين يعني ما فيهاش مشكله دي. خلاص، على فكره انا بقول كلام كتير وفهم، بس لو خلصت الصفحه بضمير هتخلص كم موضوع؟ بص فوق كده على اليمين هتلاقي موضوع كتير جدا. انا لحد دلوقتي خلصت كم موضوع؟ خلصت ثلاث اسئله مهمين، ديزنيا وهيموبتسيس وقف، اسباب اي واحد منهم. هتبدا تقول له كاردياكوس ديزنيا يبقى حاجات النفس اللي هي الديزنيا والكف وانك تكح دم، دي حاجات النفس، يبقى لانج كونجيشن يبقى فوق، يبقى ليفت سايد. فانا افتكرت خلاص ان ده لانج كونجيشن، يبقى ليفت سايد زي ما مكتوب عندك. هنزل بكلامي بقى، يعني ايه بكلامي؟ يعني هتيجي تقول الاسباب، تقول له كاردياكوس بالمونري كونجيشن انفكشن انفاكشن اديم، تحت كونجيشن حصل كونجيشن ليه؟ يعني حصل ليه بالمونري كونجيشن او لانج كونجيشن؟ ديو تو ليفت سايد هارت فيلير اند اتس كوز. ايه كوز؟ تقوم كاتب الكوز اللي هي من على الرسم، مايتال استينوز مايتال ريجيرج اورتيك استينوز اورتيك ريجيرج ميكس ديما في الليفت اتيم، الكلام ده كله الحمد لله. تمام، بعد كده زودت اذا كان هيموبسيس او كف يبقى في اورتيك انيوريزم عشان كان طالع، الاورتيك انيوريزم بيزنق على البرونكاي فعمل كف، او بيفتح في البرونكاي فيعمل دم يربش القصد في البرونكاي فيعمل دم هيموبسيس. ده انت لو بتتكلم عن هيموبسيس او كف هتزود الكلمه دي وتقول له ليه، زي ما قلت اورتيك انيوريزم عشان كومبريشن فعمل كف وربش نزل دم فعمل هيموبتس. بعد كده دي كلها كارديو كوز، وممكن يطلبها لوحدها على فكره، سؤال يقول لك ايه كارديو كوز؟ طيب لو ما قالكش وانت هتكمل تقول تشيست كوز، ما انت كارديو تشيست، ما الحاجات دي كارديو تشيست، وانت عندك عدسه ما هو القلب واللنج فوق، فتشيست كوز اللي هم ايه يا عم؟ ما احنا قلنا يا عم دكتور موافق كان بيقول لك البين والكف والديزني مع اي مرض في اللنج، فهتكتب اي مرض، وانا اكتب لك هبدا اكتب كل الامراض الفهرس اللي تفتكره، تقول له مثلا تقول له تشيست كوز تقوم كاتب از وتقوم كاتب كل الحاجات. بس لو كان هيموبسيس تختار بس السبتيف ايه لانج ديسيز، مش كل الامراض اللانج، السبتيف بس السبتيف لانج ديسيز، وقلنا الامثله. طيب بعد كده اذرز، خلصت كارديو كوز تشيست كوز، في اذرز، اذرز دي بالفهم يا حبيبي، يعني اذا كان هيموبسيس تقول له ده دم يبقى امراض الدم بلينج ديسيز ده هيموفيليا هايبرتنشن. طب اذا كان ديزنيا بالفهم برضو اسباب مش قادر ياخد نفسه، ان العضل والعصب هنا رخه اللي هم مع بعض الثلاثي، كان واحد زميلي يقول لك الثلاثي المرح، اللي هما مين؟ نيوروباسي مايوباسي مايوسيني، نيوروباسي مايوباسي مايوسيني، نيوروباسي مايوباسي مايوسيني، نيوروباسي مايوباسي مايوسيني مايوسيني. طيب وثلاثه ثانيين بقى الناس اللي هنتعيش قوي عاوز يزودهم يزودهم، تكتبهم لو انت بتتكلم في الازرز بتاعت ديزني ازر كوز، تقول له بقى ايه انيميا اسيدوزيس سايتوتوكسيكوزيس، وبالفهم انت هتعرف ان دول فعلا بياخد نفس عشان يحاول يعوض. الكف اخر حاجه تقوم قايل في ازرز سنتر اللي من فوق حاجه تعمل استيميشن للكف سنتر، اشهرهم انكفالايتس مننجايتس اند برين تيومر. بعد كده هخش على الجزء اليمين، ده كل ما كنا على الشمال وطلعت منه ثلاث اسباب رئيسيه ب ب ب ب ب بكل دنيته، تمام، بكل ايه اسباب. بعد كده ان شاء الله هنكمل على الجزء اليمين. قلت لك ان الرايت سايد بقى لو حصل فيه كونجيشن ديتو 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 جيد على السبير انفيو فينا جيف، يعني على الفينوسيتين، فيحصل سيستميك كونجيشن. سيستميك كونجيشن ده شدت لك منه سهم، كتب لك كلام ده، يعني بالنسبه لي ما يعنيش كلمه سيستميك كونجيشن بس، لا ده يعني بالنسبه لي انه هيبقى سبب من اسباب اللي هو الامبيديما، ان هيبقى اسايتس، ان هيبقى الليفر كونجيشن، اسباب الحاجات دي كلها، تمام، كونجيستنج فين، تمام، ممكن في الانتستين كونجيشن يعمل ديسبيبسيا، وكان على فكره هناك من اسباب الديسبيبسيا، الناس اللي ذاكرت هناك كان في من اسباب الديسبيبسيا فعلا الايه الرايت سايد هارت فيلر مع البوت هايبرتنشن لو فاكرين، تمام، الحمد لله كلام حلو. هنخش بعد كده على رايت سايد بقى. الرايت سايد ده زي ما قلت لك يعني بالنسبه له هو المربع اللي مكتوب عندك ان السيستميك كونجيشن يعني رايت سايد هارت فيلير، وشايل لك منه كذا سهم كده في المربع، انا في المربع ده اللي بالرصاص، رايت سايد هارت فيلير ومنه كذا سهم، سهم برضه يطلع فوق على الـ على الـ على القلب اللي هم ايه بقى في الرايت اسمه تريكازب، والناس اللي بتلخبط بالتريكازب والميه طالع عادي عشان ما يتلخبطش، التريكازب ثلاثي يبقى ده ايه اليمين، ربنا يجعلنا اهل اليمين، يبقى اليمين هو الاكتر، تريكازب اسمه ثلاثي، اما الميه اصلا اسمه الثاني بايكازب. المهم يبقى التركيزه على اليمين، يبقى تركيزه ستينوزس، تركيزه بالجيرش برضه لو في بالمونري ستينوزس او بالمونري امبوليزم اي حاجه سده، تمام،
ممكن كمان لو في البالمونه هايبرتنشن، لان البالمونه هو اللي طالع من على من الرايت فينتريكل اهو، فلو في هايبرتنشن هنا برضه هيزنق فيعمل كونجيشن فينس على الفينس ستن، على الفينس ستن يعمل سيستميك كونجيشن. فانت تكتب سيستميك كونجيشن زي ما كتبت هناك بالمونري كونجيشن ديو تو ليفت سايد هارت فيلر باسبابه، وهتكتب هنا سيستميك كونجيشن ديو تو رايت سايد هارت فيلر باسبابه اللي بيطلعها من على اسمها من فوق. تكتب اي اسباب مش شرط كل الاسباب، تمام؟ طيب بعد تكتب اللي انا بقول من على اسمك دلوقتي عشان ما تقعدش تحفظ زياده. خلاص تريكاز بالستينوز، تريكاز بالجيج، بالمونري هايبرتنشن، امبوليزم، اي حاجه تسد هنا، تمام؟ بالمونري ستينوزس كده. دخلنا بعد كده على شدد لك بقى سهم كده لتحت، وظف لي بقى الكلام ده يعني يتوظف ازاي. بص يتوظف في حاجه من اتنين، مثلا لو جه قال لك سؤال قول لي ايه الكوزس اوف لو الليمب ايديما، تمام؟ وانت عاوز توظف الكلام ده، تمام؟ او ايه الكوز اوف اسايتس وانت عاوز توظف الكلام ده. منطقيا بالفهم لو انت قاعد في الامتحان وتوترت، انت المفروض ان شاء الله تفتكر ان الموضوع يا عم من السيستميك كونجيشن، يبقى الكوزس بتاعتهم الرايت سايد فيلير باسبابه، يعني هكتب سيستميك كونجيشن ديو تو رايت سايد فيلير باسبابه، ده المفروض اكتبه فعلا، ده لو انت يعني اتوترت خالص. لكن مش هي دي الاجابه الاصليه، الاصليه هما بيحتاجوا تقسيمه معينه، فعشان كده بس احنا هنحاول نوظف الاجابه بتاعتنا دي في تقسيمه معينه. لو جاء لك الاسايتس دي قلناها قبل كده كتير جدا في الورقات اللي فاتت، الاسايتس واي ميه في الجسم زي البلورال افيوجن او البريكارديال افيوجن، كان الاسباب بتاعتها ترانسيديت واكسيديت، اكسيديت اللي هو ايتس لو في مثلا بيتونايتس هنا، تمام؟ وترانسيديت اللي هي الميه، يا اما زياده الهيدروستاتيك بريشر زي ما بيحصل في البوت هايبرتنشن والكونجستيف هارت فيلير، يا اما قله الانكوتيك بريشر، قله البلازما بروتين، قلت لك قله الاوزموتيك بريشر يعني، فالدم فالميه بتترشح، تمام؟ قله الانكوتيك دي زي ما بتحصل في الليفر، في الليفر فيلير وفي الرينال اللي هو النيفروتيك سندروم، فدي نفس سكيمه اي ميه قلناها قبل كده كتير. خلاص اللي هو الليمب اديما تقسيمتها اذا كانت يوني لاترال اللي هو الليمب اديما وباي لاترال اللي هو الليمب اديما، تمام؟ ودي بتيجي كتير جدا، ركز معايا. اليوني لاترال اسبابها هم ثلاثه مشهورين جدا ومهمين جدا، دي في تي اشهر حاجه، سرومب فليبايتس ثاني حاجه، والفيلاريا لو فاكرين الفيلاريا او اللي بنقول عليه الليفانتيزيس تبقى رجليه زي الفيل، ده اليوني لاترال، يعني امتى رجل واحده تكبر يبقى الدي في تي سرومب فليبايتس والايه والفيلاريا، ودول بالفهم اصلا ما تقتنع بيهم ما فيهاش مشكله، دي في تي يعني ان في سرومبس فجت في رجل. اما باي لاترال وده مهم بقى، اللي هي بتساوي بالنسبه لي لو جاء لك سؤال جنراليز دي ما برضه، لان الجنرالايزد هتبقى شبه البايلاتال اللي هو الليمبيديما، تمام؟ فهي لو جالك سؤال جنرالايزد ديما او قالك بايلاتال اللي هو الليمبيديما وانت بتكتب البايلاتال بنقول عليه المكان الكبير. ايه المكان الكبير ده؟ اللي هو اشهر مكان في جسمك الكبار اللي هو الهارت فيلير، يعني حصل مشكله في المكان الكبير، هارت فيلير، ليفر فيلير، ايه رينال فيلير، على راي دكتور عمر الجمال كان يقولها على طول كده، هارت فيلير، ليفر فيلير، رينال فيلير، نقصد بيه نيفروتيك سندروم طبعا بالاخص، تمام؟ ده اللي كان في ايديما. فالمكان الكبير ده اللي هو، لان الثلاثه دول هم اللي كانوا مسؤولين عن الدم، يعني لو حصل كونجست في هارت فيلير ما هو كونجيشن وبالتالي سيستم الكونجيشن فيرشح هيدوستاتيك بريشر. طب لو حصل ليفر او الرينال، ما هو الانكوتيك بريشر هيقل لان البروتينات قلت وبالتالي الميه تترشح برضه، فيحصل الاسايتس ويحصل الايديما. لذلك بالمنطق ده لو انت برضه قاعد في الامتحان ومتوتر، ايه اسباب اسايتس؟ ايه اسباب اللي هو الايديما؟ ايه اسباب اي حاجه مترشحه كده في كونجيشن في الحواس سيستم الكونجيشن؟ هو المكان الكبير ده اسباب اي ايديما في الجسم اصلا، تمام؟ اي ميه بتترشح في الجسم، المكان الكبير باظ، كونجستيف هارت فيلير ولازم يكون كونجست عشان يحصل كونجيشن، يعني سيستم كونجيشن رايت سايد يعني، وبعد كده ليفر فيلير ورينال فيلير اللي هو النيفروتيك سندروم بالاخص بيحصل ايديما. كاتب لك تحت برده معاهم مع المكان الكبير في مال نيوتيشن، ايه التغذيه لو فاكرين امراض المال نيوتيشن كوشركوده كلام المرض الكلام ده كله، فلو في مال نيوتيشن عشان ما فيش بروتين فبرده ايه قله الانكوتيك بريشر، فهي اذا بالمنطق يا جماعه انا طلعت من الصفحه دي ديزنيا كاف هي موتس، ودول جبناهم من الليفت سايد، فتكتب بالمونري كونجيشن انفيكشن انفاكشن ايديما وكونجيشن ديو تو ليفت سايد هارت فيلير باسبابه اللي جايه من على اسمها. زودنا بعد كده اذا كان كاف هتعمل ايه وهيموتس هتعمل ايه، وبعد كده تشيست كوزز هتهبط في كله، بس الهيموتس ركز بالاخص على السابيت اوف لانج ديزيز، وبعد كده الازرز بالفهم ما فيهاش مشكله، هيموتس يبقى دم فانت هتزود في الازرز، ديزني يبقى واحد مخنوق عشان المصل اللي هم الثلاثي نيوروباثي مايوباثي مايوسينيا، والحمد لله كلام سهل. لو جيت بعد كده زودت معاهم اللي هو الليمب ايديما والجنراليزد ايديما والاسايتس، دول كلهم جبناهم من الرايت سايد كونجيشن، رايت سايد كونجيشن ديو تو رايت سايد هارت فيلير، او اسف سيستميك كونجيشن ديو تو رايت سايد هارت فيلير باسبابه، تكتب الاسباب من على اسمها اللي هي تريكاز بالستينوز، تريكاز بالجيش، بالموناري ستينوز او بالموناري اتسد يعني في هايبرتنشن او غيره حاجه قصاد يعني في عمليه كونجيشن، فده كلام منطقي. وظفت الكلام ده في شكل الاسايتس بتقسيمتها عشان تبقى شبه الكتاب اللي هي اكس ديت ترانس ديت، واللي هو الليم بتقسيمتها يوني لاتا اللي هو الليم قديمه وباي لاتا يوني بايلاتر اللي هو الليمب ايديما، وهي لو جاء لك سؤال جنرالايز اكتب بتوع الايه البايلاتر دول اللي هم المكان الكبير زائد المال نيوتيشن، تمام؟ لو قالك اللي هو الليمب ايديما على بعضها تقسمها له اليوني و
باي لاترال يوني لاترال باي لاترال. كده انا طلعت كل الاسئله اللي فوق ديت. اخر حاجه بس في كونجستد نيك فين. ايه اسباب كونجستد نيك فين؟ هو المفروض سؤال عملي وانتوا هاسينه يعني. الكونجستد نيك فين يا جماعه هي جايه من السوبيدو فينا كده من فوق، فلذلك هنا ايه اسبابها؟ ان يحصل رايت سايد هتفيه. ما تقوليش بقى المكان الكبير بقيه الليفر بقى والليله دي كلها، لا ده الليفر والكلام ده كله هيجيب انفيرو فينا كيفا من تحت، نص جسمك اللي تحت، اما نص جسمك اللي فوق جاي سوبيرو فينا كيفا. فاللي يعمل فعلا مشكله في السوبيرو فينا كيفا هو من مشكله في النيك فين، هو مشكله جايه منين؟ من الهارت بالاخص. يبقى رايت سايد كونجيشن رايت سايد هارت فيلير باسبابه بتكتبها. فكتب لك حتى كونجستد نيك فين بتساوي بالظبط نفس الكلام اللي انا بقوله بتاع الرايت اللي هو سيستميك كونجيشن رايت سايد هارت فيلير باسبابه من على اسمه، زائد كاتب لك كلمه نمبر سيتنج. ساعات يجي يقول لك قول لي بقى والام اس كيو النمبر سيتنج بقى لما تبقى كونجيشن في كونجيشن بينك فين هي كونجستد بس ما فيش بلسيشن، ده معناه ايه بقى؟ معناه السيبيرو فينا ان السيبيرو فينا كده مسدود، فالبلسيشن اللي جاي من القلب ما بيوصلش فدي نمبر سيشن تمام، فمسدود فاللي هو السيبيرو فينا كده الاوبستراكشن اللي بيحصل في الميديا ستاين سيندروم لو فاكرين في الشيست خلاص. فدي بس اللي هتزودها على الاسباب العاديه اللي هي سيستميك كونجيشن ديو تو رايت سايد هارت فيلير، وتكتب اسباب رايت سايد هارت فيلير دي الاسباب العاديه. الصفحه دي خدت وقت لكن خلصت منها اهم اسئله. ودايما يا جماعه اي ريكورد بنعمله في الاول ان شاء الله دي الاسئله المهمه، ما ينفعش تخش من غيرها تمام. لما نقول اسئله في الاخر اللي هنتريش وغيره انت وقدرتك بقى، بس اللي في الاول دول زي برده الريكورد اللي فات الحاجات اللي في الاول كانت ايه اهم حاجه. طيب الحمد لله نخش بعد كده على سؤال جميل جدا اسمه تشيست بين. السؤال ده ممتع جدا على فكره انه ما فيهوش حاجه اصلا، سؤال تشيست بين ويعني على يعني النظام الجديد يعني مش هيبقى سؤال مثلا بثلاث اربع درجات ويقول لك قول لي تشيست بين. تشيست بين يا جماعه هو تقريبا ممكن تكتب فيه مثلا 30 سبب، اصل انت بتتكلم عن الهارت واللنج والاسوفجس. لو فاكرين الاسوفجس امبارح حاجات اللي بتعمل هارت بيرن الجرد وكده، الاسوفجس والاستومك حاجات اللي في الرسمه بتعمل في الجاستريك اريا، ما دي هتديت للشيست فوق ورا الاسترنم، ما دي بجاستريك تمام. بتيجي من الجاستك تمام. وعندك كمان هتتكلم عن المصل اللي بره تشيست وول، ما هو المصل دي لو حصل فيها بين مايوسايتس والريب والبريست كمان على فكره. فالموضوع هنا فاتي واحلى هبد. وانا كاتب لك ركز معايا بقى كده، كاتب لك كده رسم لك الرسمه، حاطط لك هو البريست بره والسكن تمام، وبعد كده المصل لو في مايوسايتس تمام، والريب لو في ريفراكشن او غيره تمام، او اسمه ايه دوت اي مشكله في الريب او النيورون تمام، لو في مشكله في النيورون نيورايتس فرسم لك برده نيرف اهو. بعد كده حاطط لك بقى اللي ورا، يعني انت تخيل ان ده البريست وده اللي وراه تمام، فده الشيست تقول وراه بقى هنا ايه اللنج مع الهارت. اكتب بقى كل امراض اللنج ما هي كلها فيها بلوزي وبالتالي بتعمل بين، وكل امراض اللنج وعندك الهارت كمان، وعندك بعد كده رسم لك حتى ان الاسوفاجس فعلا بيبقى جاي كده وماشي من هنا، وبالتالي هتكتب برده حته الابيجاستريك بتاعت هناك. فانت هتكتشف انك بتكتب صفحه كامله، هو فعلا لو شفته كاتب لك انا حتى صاد 51 في مذاكره دكتور طارق، اصل انا مش هكتبها كلها هنا تمام. فقلت لك لو حد عاوز يبص يبقى بص هناك، لكن الاحلى انك ما تبصش، يعني كاتب لك اهو اتعلم كيف تهبل، يعني اعمل على الرسمه كده واكتب اي حاجه، يعني في البيست لو في ماستايتس في تشيست وول مايوسايتس ونيورايتس النيرف اللي رايح اهوت والفراكشر ريب، وعندك اللنج بكل حاجاتها والهارت بكل حاجاتها، واكتب بقى هنا اربع خمس اسباب كل حاجه، والابيجاستريك الاسوفاجس اسوفيجايتس بيبتك السر، عندك الجيرد، عندك حاجات اللي في ستومك جاستايتس الكلام ده كله تمام. فاذا ده هبد وده سؤال على منطقنا الثلاث درجات انت كده يعني هيجي يقول لك اكتب لي صفحه كامله فما فيش. لكن السؤال المنطقي فعلا اللي انا كاتبه اللي يجي يقول لك بقى وده مهم جدا يا جماعه بالله عليكم، ايه الكوزس او الديفينشال دايجنوز بتاع الاكيوت تشيست بين؟ على فكره لفظ كوزس اعتبروه ديفينشال دايجنوز عشان الناس ما تلخبطش تمام. ايه الديفينشال دايجنوز او كوزس اوف اكيوت تشيست بين تمام، او لو قال لك ايه الديفينشال دايجنوز اوف اكيوت ديزني، ديزني اللي انا قايلها من شويه وفي اسباب كتير جدا، لا بيقول لك بقى الاكيوت ديزني بقى، او يجي يقول لك ايه الديفينشال دايجنوز او كوزس بتاعه الاكيوت تشيست بين ويز اكيوت ديزني، واحد جالك العياده باكيوت تشيست بين واكيوت ديزني مع بعض، فاهم؟ في السؤال ده ركز معايا بالله عليه، ده اللي فعلا يتحفظ، ده اللي احنا بنحفظه. دي حاله سيفير جدا، واحنا الحالات السيفير دايما عندنا مقسمينها اتنينات. عاوز بقى الناس بقى اللي مذاكره فعلا دلوقتي بتجمع، لو فاكرين كان في الهيوج سبلين لما كان سيفير جدا وكبير جدا قسمناه اتنين 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 بارا اتنين مايلو 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 واتنين لوكيميا واتنين على وزن بعض ثلاسيميا بولوسيسيميا، الناس بقى تجمع. وفي حاله سيفير برضو جدا اللي هي الاكيوت ابدومينال بين، هنا اكيوت تشيست بين هناك اكيوت ابدومينال بين، فاكرين كان في فعلا اتنينات لما قلنا دي حاله كرايسيس سيفير، فكان في اتنين كرايسيس اديسون كرايسيس وهيموليت كرايسيس وسيسيس اللي هم دايبيت كيتو استوزيس ستيموكلوز اسماتوزيس، وبعد كده اتنين فيفا دوماتيك فيفا وفاميليا فيفا، والثلاثه بقى اللي هم في الجنب اليمين بيرتنايتس
وكوليسيستايتس واكيوت بانكرياتس، والثلاثه اكيوت، اكيوت اكيوت كوليسيستايتس، اكيوت ابنسايتس، اكيوت بانكرياتايتس. الناس اللي بتجمع معايا دلوقتي، فانا اقصد ان دي حاله سيفير وبرضه هنمشيها كده. دكتور موافق الله يبارك له كان كاتبها في مذكرته حلوه، فانا عشان احفظها بحفظها كده. بحفظ لو قال لك الاكيوت تشيست بين او اكيوت ديزنيا او اكيوت تشيست بين ويز اكيوت ديزنيا، ايه الديفينشن دايجنوس او ايه الكوزس؟ اتنين بالموناري، اتنين نيومو، اتنين بالموناري وانت الف. يعني مره كنت بسال واحد قاعد معايا على القهوه عشان اشوف انا اعرف الف ولا لا، بقول له قول لي اتنين بادئين ببالموناري، فقالهم اتنين بالموناري اللي هو بالموناري امبوليزم وبالموناري اديما، وده اشهر حالتين وحالات سيفيد، بالموناري امبوليزم بالموناري اديما، تمام، والاكيوب بالموناري اديما الاكيوب بالاخص. طب اتنين نيومو، الف كده انت وانت قاعد كلمتين اولهم نيومو، نيومونيا ونيوموثوركس اللي هو التنشن نيوموثوركس، بين قوسين لازم التنشن. بعد كده اتنين كمان اللي هم مايوكارديال، مايوكارديال بريكارديال، مايوكارديال بريكارديال، مايوكارديال انفكشن والبريكارديال افيوجن. يبقى تاني بالموناري بالموناري نيومو نيومو مايوكارديال ابيكارديال مايوكارديال بريكارديال. تاني بالموناري بالموناري اللي هو بالموناري امبوليزم بالموناري اديما، نيومو نيومو نيومونيا ونيومو نيومو نيومو ثوركس اللي هو التنشن بالاخص، تمام. بعد كده مايوكارديال بريكارديال، مايوكارديال انفكشن حاله عنيفه طبعا جدا، وبريكارديال افيوجن. اخر حاجه عايز ازودها هي رقم 7 الاتاك بتاع البونك الازمه، بونك الازمه طبعا انت عارف البونك الازمه بتيجي شكل اتاك، فهم 7 كوزز لازم تبقى حافظهم بالله عليك، حاله سيفير مهمه جدا 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 من اشهر الاسئله ان شاء الله تركزوا عليها. خلاص اكيوت تشيست بين، اكيوت ديزنيا، او قال لك اكيوت تشيست بين ويز اكيوت ديزنيا، تكتبه له ازاي؟ تقول له بالموناري بالموناري نيومو نيومو مايوكارديال بريكارديال، وبعد كده البرونك الازمه التاني. كرر بس مرتين ثلاثه هتحفظ الدنيا. وانا قلت في الاول خالص يا جماعه التجميعات ميزتها التكرار، التجميعات عشان تجيبها لازم تكرار ولو بعينيك، كل تكرار هياخد ربع ساعه على فكره لو انت بتقلب الورق بعينيك بس، مش هياخد ربع ساعه، تمام، قلب بعينك بس اعرف السكيم كان ماشي ازاي. هخش بعد كده على سؤال تاني اسمه السينكوب، سؤال مهم. السينكوب تقسيمتنا فيه شبه تقسيم كتاب الاسم في الكارديو، السينكوب مقسمه في كتاب الاسم كارديو فاسكولار عشان ما تنسهوش، اعتبروه سينكوب ده بتاع الكارديو اغماء يعني، فهو كارديو فاسكولار سيستم عشان ما تنساش، يبقى كارديو فاسكولار، كارديو فاسكولار، كارديو فاسكولار. نبدا بالفاسكولار عشان ده سهل، امتى الراجل يغمى عليه؟ فاسكولار اشهر حاجه انتوا سامعين عنها قبل كده اللي هي الاورثوستاتيك هايبوتنشن او البوشر هايبوتنشن. ما كان يقول لك واحد خد دواء مثلا الفا بلوكر اشهره البرازوسين على فكره، وكان في دايليتور او واخد دايليتور او دايليتيك، ففي سيفير هايبوتنشن مره واحده جاي يقوم حصل له ايه؟ اورثوستاتيك هايبوتنشن، تمام. يبقى دي اول حاجه اورثوستاتيك هايبوتنشن، وكتب لك جنبها الدراجز، سام دراجز وديزيز، دراجز ديزيز، والدراجز اللي هم الدي دايليتور والدايوريتكس الحاجات اللي بتوطي الضغط يعني. طب الديزيز برضو بحرف الدي، الديابيتس واللي معاه، فاكرين دايما لما بقول دايابيتس واللي معاه يبقى كرونيك رينال فيليا عشان مرض الكليه مصحوب مع بيبقى مع الدايابيتس. سيستميك لوبس اسموزيس واللي معاه اللي هو روماتويد اسايتس، اشهر مرضين في الروماتولوجي، تمام، روماتويد اسايتس وسيستميك لوبس اسموزيس اللي هم اول مرضين هناك في الكتاب. طيب في ريفلكسات فاسكولار، في ريفلكسز حاجه اسمها فازو فيجا ريفلكس او الفازو فيجا اتاك، تمام، مجال الفيكس بيعلى مره واحده وبتحصل سيفير هايبوتنشن، بلادي كارديو هايبوتنشن، وكاروتيد ساينس مساج لما كان يقول لك عند الكاروتيد بادي او كاروتيد ساينس لما تيجي تضغط الواحد هنا جامد فالايه في برضه ريسبتور بتتاثر وبالتالي يحصل فيجاس بلادي كارديا فيقل الضغط مره واحده فيحصل سينكوب يغمى عليه، تمام، الكلام بتاع البادي ريسبتور بتاع الفيسيولوجي ريفلكس، تمام. يبقى السينكوب قلنا سينكوب يعني اغماء، فده بتاع كارديو فاسكولار سيستم، كارديو فاسكولار هتقسمه كارديو فاسكولار، الفاسكولار بدات تقسمه اثنين اللي انت عارفه اللي هو المشهور اورثوستاتيك هايبوتنشن يغمى عليه، وده بيبقى مع ديسيز والدراجز، الدراجز اكيد دايليتور ودايوريتكس حاجات بتضاد الضغط، وتبقى برنس او بقى لو كتبت جنب دايليتور بين قوسين برازوسين اللي هو الالفا بلوكر بالاخص، برازوسين كمان بالاخص، ديسيز اللي هو زي الدايبيتس برضه ماشيه بالدي، دايبيتس واللي معاه وسيستميك لوبس واللي معاه اللي هم اول اثنين روماتويد. بعد كده ريفلكسات، ريفلكسات اللي هم فيزو فيجا ريفلكس وكاروتيد ساينس ريفلكس او كاروتيد ساينس مساج، ده كله فاسكو. طب كارديو بقى اطلع فوق امتى؟ ايه السبب كارديو اللي يعمل سنكوب يعني يغمى عليه؟ ان الدم يقل، فقال لك قله الكارديك او بط، وبرده على رسمه الكارديو اللي فاتت لو رجعت للصفحه اللي فاتت هتلاقي امتى يقل الكارديك او بط، مش الكارديك او بط ده طالع من الاورطه، فامتى يقل؟ ليفت سايد هارت فيلير، ما هو ده اللي هيطلع الاورطه ليفت سايد، فقال لك ليفت سايد هارت فيلير وكاتب لك نقط يعني ايه يعني باسبابه، تقول له ليفت سايد هارت فيلير ويز اتس كوز، تقوم كاتب اللي انت مايتال ستينوزس مايتال ريجوج او ستينوز او واكتب الكلام ده كله الحمد لله. طيب العنيفه اول يعني قلت لك هو قله الكارديك او بوت، طبعا هنا يبقى اللي يبقى الجنب الشمال يبقى لسه هتلاقي باسبابه، ولو حاجه عنيفه او خطيره بسميها العنيفه او الخطيره اللي هم الامراض المايوكارديال انفاركشن
طبعا هيبقى الكاديك كابوت قليل عليهم بيموت. بالمونا امبوليزم، لو في اللي هو الكاديك تمبونات سي تي ده، اللي هو الكاديك تمبونات الحاجات العنيفه جدا اللي حوالين القلب، مايوكارديال انفاركشن، كاردياك تمبونات، بالمونري امبوليزم اللي تفتكروا منهم، اريزميا حتى لو صادن او سيفير اريزميا مره واحده هتقلل الكاردياك اوت بوت. تمام، فده كله. بس سنكوب هو درس اغماء، يعني ليه علاقه تفتكر كده ان شاء الله انه ليه علاقه بشابتر الكارديو فاسكولار. يبقى كارديو وفاسكولار، فاسكولار هم اشهر اثنين، وكارديو برضو اثنين، قسم كل حاجه اثنين كده. فاسكولار اشهر اثنين اللي هم مين؟ اللي هو اللي انت عارفه الاستاتيك هايبوتنشن، وده بيحصل ازاي؟ دايليتور دايوريتكس الكلام ده. بعد كده ايه؟ الريفلكسات اللي هم كاروتيد ساينس ريفلكس و الفازو فيجا ريفلكس، كاروتيد ساينس مساج والفازو فيجا ريفلكس. الحمد لله كان سهل. بعد كده الكارديو، كارديو بس الكارديو بقى قله الكارديك اوتبوت، يعني طالع من الجنب الشمال، يبقى ليفت سايد هات فيلير اند اس كوز، بتكتب اسبابه كلها. بعد كده تقوم كاتب الامراض العنيفه او الخطيره، برضه ممكن تعمل الكلام ده طبعا هتقلل، زي البلموناري امبوليزم، الكاردياك تمبونات، المايوكارديال انفاركشن، طبعا لو اريزميا صادن او سيفي. ده كده نبقى خلصنا التشيست بين وخلصنا السنكوب كمان. تمام، نخش بعد كده على تمام كده. قبل ما اخش على موضوع جديد يا جماعه، الورقه الاولانيه اللي عندك زي ما قلت لك انا طولت فيها وعارف ان طولت فيها، لكن الفكره كلها ان انا بحاول امشيك على الستايل. الليمت الليفت يعني بيقص على اللنج، يبقى هكتبه على الحاجات بتاعت اللنج هي الديزنيا والهيموبسيس والكف، تبقى عارف انت ماشي عينيك فين. اليمه الثانيه يبقى حاجات بقى الاسايتس وحاجات الايه الكونجيز نيكفين والكلام ده كله. كان يهمني الصفحه دي تخلصها، تقدر توظف كل سبب من دول، تعرف تكتبه ازاي في الامتحان. تمام، وزي ما قلت لك لو طلعت منها مخلص المواضيع اللي كانت مكتوبه فوق، يبقى انت كده برنس مخلص، يعني تعرف تكتبهم ازاي، تقسم كارديو كويز تشيست كويز والكلام ده كله. تمام، المفروض انك تقف دلوقتي تراجع اللي فات، تظبط اللي فات، وبعد كده تبدا معايا في الايه، في الجزء الجديد او اللوكش الجديده او الكتله الجديده اللي هبدا بيها. هبدا على بركه الله كتله جديده كانت ريليتد للنفرو والاندوكاين، الحاجات اللي هي بوليوريا، هيماتوريا، بروتينوريا. المواضيع دي مهمه جدا يا جماعه، اعتقد الله اعلم يعني كل سنه لازم سؤال منهم، ودول ما قلناش في كل الورق، فممكن هم عينينهم للايه للورقه التجميعات، فنركز عليهم شويه. الورقه كده لو بصيت لها الاول بصه واحده كده من فوق قبل ما نبدا، بالله عليك بص كده، هتلاقي الثلاثه متقسمين بنفس الشكل تقريبا. انا بس عاوز اخلي عينيك توصل لرسم الصوره في دماغك. التلاتة متقسمين بنفس الشكل، كلهم تلاتات تلاتات كده. وأول واحدة اللي هي البوليوريا، البوليوريا هتلاقيها التلاتة بي، فيسيولوجيكال سايكولوجيكال باثولوجيكال. البروتينوريا تلاتة اف. الهيماتوريا يعني في دم بيحصل في الكدني، الدم ده يا إما بري رينال يعني من سبب قبل الكدني، أو رينال أو بوست رينال من بعد كده. فأنا عاوز بس توظيف الورق الأول في دماغك كده عشان تعرف إن شاء الله تحفظ بسهولة. على بركه الله هبدا. البوليوريا فيسيولوجيكال سايكولوجيكال باثولوجيكال. فيسيولوجيكال كلام اهبل، الشاي والقهوه والووتر والديوريتكس الحاجات دي كلها بتدخلك الحمام. سايكولوجيكال كلام اهبل برضه، حاجه اسمها هيستيريكال بوليديبسي. بوليديبسي يعني بيشرب كتير جدا فيخش حمام. شوف انا بدات بايه؟ بدات بانه بيشرب كتير جدا نفسيا فبيخش حمام، يعني بعد كده يحصل بوليوريا، شرب ياما بوليديبسيا يعني فهيشرب ياما وبالتالي يخش بوليوريا. باثولوجيكال حاجه بنقارنها مع اللي فوق مع البولي ديبسيا دي او الهيستيريكال بولي ديبسيا، حاجه اسمها دايابيتس انسيبيدس. دايابيتس انسيبيدس بقى فيها العكس، فيها بوليوريا هو بيخش حمام كتير عشان قله الاي دي اتش الانتي دايابيتيك هرمون عنده، فبيحصل دايابيتس كتير فيشرب ياما فيحصل بولي ديبسيا. العكس، فوق كان بولي ديبسيا شرب ياما فدخل الحمام، اما ده لا، ده دخل الحمام كتير جدا نزل الاول بوليوريا وبالتالي بعد كده ايه هيشرب ياما يحصل بوليديبسي. وده مقارنه بينهم، ولذلك انا هطلع كده سهمين مقارنه بينهم، ممكن يجي يقول لك قول لي الاسباب وديفرنشال دايجنوز بين الاثنين دول، يبقى سؤال بزنس قوي يعني. هات ديفرنشال دايجنوز ازاي مقارنه بينهم بسرعه، الدايبيتس انسيبيدس اللي اسمه بوليوريا والتاني اللي اسمه بوليديبسيا. في ناس مش عاوزه تفهم دلوقتي عاوزه تحفظ، بوليديبسيا اسمه ديبسيا يبقى بيحصل فيه بوليديبسيا الاول ثم بوليوريا، يبقى اول فرق ركز بقى معايا، انا كاتب رقم واحد من اسمه وشادد سهم، يعني ايه سهم؟ يعني حاجه بتحصل زين كذا. في البوليديبسيا اللي بيحصل بوليديبسيا زين بوليوريا، ما هو من اسمه بوليديبسيا يبقى ده بيحصل الاول، الثاني يبقى بوليوريا زين بوليديبسيا. طب رقم اثنين كاتب لك الفلويد ديبريفيشن تيست. الفلويد ديبريفيشن تيست ده تيست اللي بيعملوه اللي بيشوف بيفرق بين الدايبيتس انسيبيدس والبوليديبسيا، يقول لك لو البوليوريا بيرزيست ما زال في بوليوريا يبقى دي دايبيتس انسيبيدس، ما هو ده البوليوريا. اما اللي فيه كلمه بوليديبسيا هتلاقي نو بيرزيست بوليوريا، لما اعمل التيست ده هتلاقي نو بيرزيست. الفرق الثالث اوزمولاليتي، الاوزمولاليتي هنا عاليه وهنا قليله في الدايبيتس انسيبيدس بتاعها عاليه. تمام،
فدوت عشان ما تتساومش. اللي في اسمه بوليديبسيا يبقى ده بوليديبسيا زين بوليوريا، اعكس التاني. اللي في اسمه بوليديبسيا يبقى في الفلويد ديبريفيشن تيست هتلاقي البوليوريا نو بتزيست، مش بتزيست، اما هناك بتزيست. هنا قله الاوزمولاريتي، هنا زياده الاوزمولاريتي، الحمد لله. بقيه الاسباب في الباثولوجيكال قسمناها اندوكاين ورينال، وانا ما بحبش التقسيم يعني، انا احفظهم زي ما تحفظهم. انت عندك دايبيتس انسيبيدس هترزع عضلات دايبيتس ميليتس، وتحت وانت بتكتب رينال هتكتب دايبيتس انسيبيدس عشان النوع الثاني اللي هو نيفروجينيك تايب لو فاكرين، وهتكتب معاك كرونيك رينال فيلير، وتكتب بونكوسين الكرونيك رينال فيلير في الاول، اما في الليت يحصل بيبقى فيها اوليجوريا. كرونيك رينال فيلير في الاول، والدايوريتك فيز بتاعت الاي كي اي الاكيوت رينال فيلير، لانه كان في دايوريتك فيز واوليجوريك فيز لو فاكرين، فالدايوريتك فيز بتاعته تمام. واحنا بنكتب في الاوليجوريا هنكتب اي كي اي وكرونيك رينال فيلير ليه؟ عشان الاي كي اي هتبقى الاوليجوريك فيز بتاعها، والكرونيك رينال فيلير هتبقى ليت متاخر. ده وانا بكتب في الاوليجوريا هناك معايا، فانت جمع دماغك. يبقى تاني بسرعه، البوليوريا الثلاثه بي دول تقسمهم فيسيولوجيكال سايكولوجيكال باثولوجيكال. فيسيولوجيكال الشاي والقهوه والكلام الفارغ ده، بعد كده سايكولوجيكال اللي هو الهستيريكال بوليدوبسيا، وقارن بينها مع الباثولوجيكال، تخش تحفظ الباثولوجيكال اللي هم دايابيتس انسيبيدس، ارزع وراها دايابيتس ميليتس، هتكتب مع دايابيتس ميليتس اللي شبهه اللي هو الكورينيك رينال فيلير، في ظهرها الاي كي اي الاكيوت رينال فيلير. كده انت قسمت دماغك وظبطت الدنيا. مكتوب كمان الادوسين، لان الادوسين طبعا انتوا عارفين قله كله، فبيقلل الالدوستيرون، يعمل يقلل السولت ووتر ريتينشن، وبالتالي يحصل بوليوريا تمام. تاني حاجه اللي هو الايه، البروتينوريا تمام. البروتينوريا هنقسمها بقى تقسيمات تانية، هو زي ما قلت لك انت بصيت على الصفحه من فوق كده فلقيتها ايه شبه بعضها. هنخش هتلاقي التقسيمه 3 اف فانكشنال، اللي هي بتوازي فوق فيسيولوجيكال على فكره. فانكشن ايه الفانكشن اللي يعمل بروتينوريا؟ قال لك لو اكسرسايز تمام، او لو في بريجننسي مثلا، او لو في حاجه اسمها اورثوستاتيك بروتينوريا، ديت يا جماعه بتحصل مع اللونج ستاندنج، عارف انت المدرسين اللي بيقفوا فتره طويله الكلام ده كله، بالاخص لو كانوا طوال كمان تمام، دول بيحصل لهم بروتينوريا. فانا كاتب جنبها حتى مدرسه حامل، مدرسه اللي هو اللونج ستاندنج يعني تمام، وحامل حوالي البريجننسي اكسرسايز خلاص. طيب تاني اف فولس، ايه فولس بروتينوريا؟ فولس بروتينوريا يعني اصلا اللي انت شفته بروتين في البول ده مش بروتين، ده كان يعني مش نازل من الدم، لا ده كان سيمن مثلا، او فاجينال لو في البنت يبقى في الواد سيمن، وفي البنت فاجينال ديستشارج، او كان مثلا بص في انفكشن، فده كله يسموه فولس بروتينوريا تمام. طيب الاف الثالثه بقى دي المهمه بقى فشخ، وانا قلت اف يعني في المكان تمام، ما ملهاش اف ثانيه، فاعتبرها في المكان. وانا قايلها كده ليه؟ عشان تبقى تفكرك برسمه المكان. اف يعني في المكان، في المكان يعني ايه؟ المكان قدامك هو مرسوم عباره عن جلوميرولاي، هنا مصفى وتيوبيول اللي ماشيه دي، فانت تقسمهم تقول له جلوميرولار وتوبيولار وتيوبيولار تمام. ده اللي اقصده، جلوميرولار وتيوبيولار تمام. بتكتب بقى الامراض بتاعت الجلوميرولا اللي انت فاكرها من الكدني، واحد يقول لي مش فاكر جلوميرولا ديسيز، وتكتب كل الامثله، جلوميرونيفايتس اند اتس كوزز، كل الاسباب بتاعته. كان بيتقسم لكونجينيتال واكوايرد، والكونجينيتال كانوا ايه وبي البرت وبيرجاز اللي بتفتكروا منهم يعني خلاص. والاكوايرد كان طبعا لو في انفكشن، الدكتور موافق يقول لك الاي اي اي انفكشن مثلا زي جلوميرونيفايتس تمام، اي ايتس هنا في الجلوميرولاي، اميون اللي هو سيستميك لوبس روماتويد، بعد كده الاياتوجينيك، اشهر ادويه طبعا كانت بتاثر على الكدني زي الان سايد والسايتوكسيك دراج تمام بتاعت الكيموثيرابي. كمان كنت بحفظهم كده 3 اي و3 مع بعض، 3 مع بعض. انا على نفسي بحفظهم كده، دايابيتس ميليتس تطلع منها بالام مالتيبل مايلوما، دايابيتس ميليتس مالتيبل مايلوما على وزنها لينفوم، دايابيتس ميليتس مالتيبل مايلوما بالام الاخيره دي، يعني خد اخر حرف وكمل بيه تمام. فدي بس امثله انت افتكر تفتكروا منهم يعني خلاص، انا بس بقولها عشان الناس اللي مش فاكره بقولها خالص منهم انا على فكره يعني. تيوبيولار، التيوبيولا يبقى التيوبيول، التيوبيول يعني اي اي تسوقه موجوده، يعني مثلا هنا التيوبيولا هيبقى ايه اللي يجيب دم، اللي اسف يجيب بروتين، بروتينوريا اي ايتس يعني اكيوت بايلونيفرايتس، ما هو ده في التيوبيول. الاكيوت تيوبيولار نيكروزيس اللي هو الاي تي ان تمام، والانترستيشال نيفرايتس خلاص، يبقى ايه اي ايتس موجود هنا تمام. يبقى ده كلام هتكمل بيه. يبقى تاني بروتينوريا بسرعه، بروتينوريا 3 اف، انا ماشي الصفحه كلها بنفس التقسيم، 3 اف فانكشنال هتكتب زي فيسيولوجيكال فوق اللي هو مدرسه حامل، هنا تخلي بالك اللي بيعمل بريجنس وكده. طيب فولس لو ما كانش اصلا بروتين ده سيمين او فاجينال تشارج او بس تمام. لكن الاهم من ده كله على فكره، الكلام ده كله ده كلام مقدمه، لكن الاهم بقى فعلا اللي عليه درجه اللي هو في المكان. فتفتكر المكان جلوميرولا او تيوبولا، ولازم تكتب تفصل زي ما انا فصلت كده، جلوميرولا كوز از وتكتب تيوبولا كوز، تيوبولا كوز از وتكتب تمام الحمد لله. خش بعد كده على هيماتوريا، برضه بنفس تقسيمه الصفحه ثلاث حاجات، هيماتوريا دم، الدم يعني بري رينال، مصدره كان بري رينال ولا رينال ولا بوست رينال، وركز عشان هنا كلام منطقي بالعقل. بري رينال ايه اللي يجيب دم؟ من اسباب بري رينال ما هو دم، وحتى بكتب لك دم ووش كده بيطلع لسانه عشان لما تنجز بقى يعني دم خلاص، يبقى امراض الدم تقول له بليدنج ديس اوردر از هبل، اللي هم الاتش
هيموفيليا هايبرتنشن، بي بيض هيموفيليا بيضبا لوكيميا اللي هم هبل. اي مرض تفتكر تقول له اس كذا خلاص، هيبرين والانتيكو اجلانت هم بيعملوا سيول، يبقى امراض السيول. بعد كده الرينال والبوست رينال. رينال يعني هنا اهو، انا راسم لك الرسمه يعني في النفرون اهو. بوست رينال يعني اهو بعد ما اليوريتر طلع كده من الكدني ونزل على المثانه وفي هنا بروستات ويوريثرا. واكتب ايتس وقومه في اي مكان، ايتس وقومه في المكان يعني رينال ايتس وقومه في المكان اللي هو ايه اللي هو جلوميرولونيفريو. يعني تكتب نف رايتس بانواعه بالاخص النفريتك. لو فاكرين هناك في الكدني كان النفروتك ده بتاع البروتين، اما النفريتك بتاع الدم. فانا كتب حتى في البروتينوريا بالاخص نفروتك تحت كلمه جلوميريا، اما في الهيماتوريا كتب بالاخص نفريتك تحت الاسباب الرينال. خلاص فنفريتك، وتكتب بقى اي ايتس هنا يعني في بايلو نفريتس في التيبول زي ما قلنا. الاي اوما برده هنا هايبر نفروما بتاعت الكدني، ما هي اسمها نفروما هايبر نفروما وبوليسيستيك كدني اللي تفتكر، يبقى ايتس اوما في المكان. خلاص طبعا كاتب جنب نفريتك حاجات كده اختصارات احنا قلنا نحفظها، هيس اللي هي هينشس كولاين، وهوس هيس وهوس مع بعض، هيس وهوس، هوس اللي هو الهيماتيك يونيك سندروم، جود اللي هو جود بشر. دي كلها اسباب الناس اللي ناسيه كدني يعني، كنا حافظينها جود هوس يعني بطل صوت هوس يعني فتبقى انت كويس. هوس وجود، هوس اللي هم هوس وهوس وجود تمام، وهوس عاوزناها بص اللي هي لوبس نفرايتس. دي كل اسباب النفريتك لو حد كان مذاكر بضميره او عايز يفتكر. بوست رينال برضه ايتس وقومه في المكان، ايه ايتس وقومه في المكان؟ ما هو المكان قدامك هو مرسوم، ما هو ده البوست رينال يعني ما بعد الكدني. يعني ايه؟ اكتب يا عم عندك في اليوريتر، عندك في البلادر هنا سيستايتس يوريسايتس في اليوريسرا، بروستاتايتس بروستاتايتس في البروستات في البروستات، او بينايل بروستاتيك هايبربليز اللي مكتوبه جنبها جنب بروستاتايتس. تيومر برضه في المكان، ما احنا قلنا ايتس وقومه في المكان، تيومر يعني في البلادر في البروستات، ستون نازله خلاص. فده تاليف بس بفهم منطقي، اعرف التقسيم. الصفحه دي بص عليها بعد ما انت خلصت اهو، بص عليها كده كلها، اعمل زوم اوت كده بص عليها كلها، تلاقي متقسمه ثلاثه، بوليوريا بروتينوريا هيماتوريا، وكل واحد ثلاثه كده. البوليوريا يبقى بي 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 فيسيولوجيكال سايكولوجيكال باثولوجيكال، والكلام منطقي حفظناه الحمد لله. بعد كده الثانيه فانكشنال اللي هي بتساوي فيسيولوجيكال فوق فانكشنال، الثانيه فولس وفي المكان جبناها يعني جلوميريا وتوبيولار كوز وتحفظ تمام. بعد كده الهيماتوريا دم، ده بنقسمها ايه؟ بري رينال رينال يعني ما هو الدم ده جاي منين يعني ازاي الدم نزل عندك في البول؟ يا اما سببه بري رينال امراض السيوله وغيره، سببه رينال ايتس وقومه في المكان، سببه بوست رينال ايتس وقومه في المكان بتاع البوست رينال والرسمه قدام كده. دول اهم ثلاث مواضيع تقريبا، انا خلصت اهم موضوع مواضيع اصلا في كل جزء اللي فات. هكمل بسرعه موضوع صغير كده يعني صغير خالص اللي عاوز يعرفه بالمره، هو الاوليجوريا. الاوليجوريا هي ما فيهاش مشكله، الاوليجوريا اصلا سهله. في تقسيمه كده بيقولوا اوليجوريا ويز زياده في السبيسيفيك جرافيتي ويز الا في السبيسيفيك جرافيتي. بص عشان ما ننساش، الا في السبيسيفيك اللي هو كان دكتور موفي يقول لك اللي هم كانوا لو انتوا فاكرين انتوا بتذاكروا يقول لك بتبقى السبيسيفيك جرافيتي 10 10 1010 يعني 10 10، ودي بتحصل مع الفيلير لما كان دكتور موفي يقول لك بتبقى فيكسد عند 10 10 عند 1010 فيكسد مع الفيلير، فيكسد مع الفيلير حتى ممكن تجيك اس كيو مع الفيلير اللي هم ايه بقى؟ اكيوت رينال فيلير وكرونيك رينال فيلير. بس تحدد انه فيز يعني في الاكيوت امتى تحصل اوليجوريا، تقول له في الاوليجوريك فيز، وفي الكرونيك في الليت يا اخوي، لان انت قلت هناك مع البوليوريا الاثنين برضو موجودين بس على حسب الفيز وعلى حسب الكلام ده زي ما قلنا هناك. فخلاص دي سهل. والزياده في السبيسيفيك جرافيتي لو كان معاها زياده في السبيسيفيك جرافيتي زي النفروتيك سندروم تمام، وزي الجنراليزد ايديم كوزيس اوف جنراليزد ايديم. خلاص ده سؤال يعني هو صغير ومش مكتوب عليه كلام اكتر من كده للناس اللي ذاكر من مذاكره الدكتور طارق عشان بس تبقوا عارفينه بالمره تمام. جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. سيادتك انت المفروض وقفت الريكورد وانت ذاكرت اللي خدناه اللي سمعته وتيجي تكمل تمام، عشان بس ما يبقاش البلك كله على بعضه تبقى ماشي كده. الجزء اللي فاضل دوت هو جزء مش هقول للطلبه اللي هنتريش، لا هو جزء فيه حاجات كتير منه بتيجي، والسنه اللي فاتت جاي شورت ستيتشر وحاجات كده، والجينيكو ماستيا برضه مهم والكلام ده. فهحاول اجمع الجزء اللي فاضل ده كله ان شاء الله تمام. ريليتد للاندوكاين، هو عندنا جينيكو ماستيا، عندنا في سؤال اسمه هيرشويتيزم المشعر او كده، وامينوريا تمام، وعندنا شورت ستيتشر وطول ستيتشر. شورت ستيتشر يعني قصير، طول ستيتشر يعني الكبير. شورت ستيتشر ساعات بيجي بلفظ تاني في السؤال، فخلي بالك اسمه ستانتد جروس، ستانتد جروس تمام، ستانتد جروس ده الشورت ستيتشر اللي هو الكريتينيزم القزم يعني. طول ستيتشر العكس، العكس اللي هو الجيجانتيزم تمام. طيب
نبدا على باكت لاب. ما هو اول موضوع اسمه جاينيكو ماستي. جاينيكو ماستي ده يعني انا بصراحه بص في بقى ناس يعني في مثلا اسكيما في كتاب دكتور موافي ان جاينيكو ماستي حذف الجي ثم الاي ثم الان وطلع بقى والسي. فطبعا انا ما بعرفش افتكر الحاجات دي صح. ففي زميلنا ده زميلنا الحاضر الله يبارك له كان قايل السكيما كده عشان حتى توضح لك ان يعني مثلا حرف الجي كان جينيتك. انه جينيتك المفروض انك تعرف اللي هو كلاين فيلتر تمام. فاحنا عاوزين نعرفه بالاخص ان هو كلاين فيلتر. ففي السكيما كده كان هو قايلها لي عاوزين تحفظوها. انا عن نفسي يعني حلوه معايا. كلاين فيلتر حتى انا اسمه كده ان هو عنده البريست كبير شويه جاينيكو ماستي. يعني كلاين فيلتر اتولد فكبر خلاص فشرب حشيش على خمره فجاله له تيومر فخد ادويه تمام. احفظها كده كلاين فيلتر اتولد وكبر تمام شرب حشيش على خمره فجاله له تيومر فخد ادويه خلاص. دي ان شاء الله هتطلع منها الاسباب او اغلب الاسباب. كلاين فيلتر اللي هو كلاين فيلتر سندروم اتولد ده نيونيت كبر اللي هو بيوبرتي وقلد وبعد كده اولد ستيج. وانا مجمع لك عليهم كلهم مع بعض كده يعني ايه اسباب نمو من تحت لفوق. يعني كلاين فيلتر وهو ايه بينمو من صغير لكبير. شرب حشيش على خمره اللي هو كان نابز على حشيش وبعد كده الخمره اللي هو الايه الكحوليزم. بعد كده طلع له تيومر فخد ادويه ودي كاتب لك علامه استفهام جنب التيومر. يعني تيومر يعني انهي تيومر وخد ادويه يعني انهي ادويه. دي بس اللي لازم تحفظها او لازم تتك عليها. يعني تيومر اللي هو التستس والادرينال طبعا اللي هي موضوع الحاجات السكس يعني عندكم مصر التستس والادرينال تمام. دراجز زي الاسبرين لاكتون ودي كانت في الاوزبي على فكره اسمها واحد عنده جينيكو مصر يقول لك بيستخدم ايه كان ايه الدواء اللي بياخده. فدي مشهوره جدا سبيرون لاكتون. عاوز تحفظها بالطريقه الثانيه اللي هو الدوائين مشهورين قوي واحد اوله اس واحد اخره اس خلينا مكتوب كده سبيرون لاكتون وديجيتاليز تمام. وساعات كمان على فكره السايميتيدين كمان بيعمل كده السايميتيدين تمام اتش 2 بلوكر خلاص. بس سبيرون لاكتون وديجيتاليز واحفظ السايميتيدين كمان خلاص. الكلام سهل. كلاين فيلتر اتولد فكبر شاف حشيش على خمره جاله تيومر فمات جاله تيومر فخد ادويه قصدي خلاص. التيومر توضحها يبقى هي تيومر سكس تيست وادينال وادويه توضحها دراجز سبايرون لاكتور ديجيتاليز والسايميتيدين الحمد لله. خش على تاني سؤال. الاول قبل ما نخش على تاني سؤال في حته على اليمين كده كاتب لك زائد هايبربرولاكتينيميا وهايبوجوناديزم. هايبربرولاكتينيميا هو اصلا جاينيكو ماستيا او الهيرش تيزم والكلام ده كله بيبقى خلف هرمونات عشان ما اقعدش ارغي فيها كتير. جاينيكو ماستيا مثلا ان البريست كبر بسبب ان الاندروجين بسبب ان الاندروجين قل تمام. ف زياده البرولاكتين كنا بنقول دايما ان زياده البرولاكتين بتتناسب عكسها مع الخصوبه. زياده البرولاكتين بتتناسب عكسها مع الخصوبه تمام. ولذلك زياده الهايبربرولاكتينيميا وهايبوجوناديزم دول سببين. حتى انا كاتب لك فوق خالص جنب العنوان فوق خالص خالص جنب الثلاث عناوين كاتب لك هايبربرولاكتينيميا وهايبوجوناديزم. دول كلام كده هتلاقيه متكرر معايا. ممكن تحطه انت كاول سببين تخش على السؤال اللي فيه خلل في الهرمونات تكتب لي هايبربرولاكتينيميا هايبوجوناديزم وانزل بسكن تمام. هو يطلب خمس اسباب انت كتبت منهم ايه كتبت منهم سببين من الهوا يعني تمام. خش على كده هيرشيتيزم. هيرشيتيزم واحده بيطلع شعر تمام. ايه الفكره اكيد يعني زائد اندروجين واحده بتطلع شعر ليه عشان الاندروجين عندها زاد شويه. الاندروجين ده بيطلع منين؟ بيطلع يا اما من الادرينال جلاند يا اما من الاوفري عندها تمام. يا اما الادرينال جلاند يا اما الاوفري تمام. فيبقى ايه زياده الاندروجين لو في تيومر في دي او تيومر في دي بس. فده انا هحفظها بسهوله قوي. الادرينال جلاند يقول لك اهو لو في كونجنتال ادرينال هايبربليزيا او ادرينال ادينوما او على وزنها كاشنج سندوم كاشنج بيبقى في زياده الحاجات دي كاشن كان زياده خلاص. وشايل لك سهم يعني ايه يعني دواء ما يساويه يعني مثلا هايبربليزيا وادينوما بتساوي لو هو بياخد ادويه زي التستوستيرون او زي الانابوليك ستيرويد. طب الكاشنج الكورتيزون ستيرويد تمام. فانت دي كلها تفرد بقى معاك يعني لما تيجي تكتب بقى زياده الاندروجين الاندروجين ده بيطلع من الادرينال جلاند يبقى لو في هايبربليزيا كونجيت هايبربليزيا او ادينوما في المكان هنا او الكاشنج والادويه كمان الادويه يعني التستوستيرون بياخد تستوستيرون او انابوليك ستيرويد الناس اللي بتروح تحقن هرمونات بتوع الجيم والكورتيزون تمام. يبقى مقابل كلمه كاشنج يبقى كورتيزون ده كله تحت بعضه بقى تمام. بقى طيب المكان الثاني اللي هو الاوفري ايه يعني في الاوفري ما هو زياده برضه يبقى لو في بوليسيستيك اوفري او في اوفرين تيومر از اي مثال فايبروما ثيكوما سيرتولي سيل تيومر زي ما تفتكر خلاص. لان المنطق عندك على الرسمه ان ال اتش كان بيروح للاوفري يخليها تطلع الاندروجين او التستوستيرون يعني عند الستات تمام. طبعا الرجاله ما عندهمش اوفر يعني خلاص. فهو ده المنطق عندي. فلذلك هنا ايه سبب تاني كلمه هيرشيتيزم بلفظ واحد زياده اندروجين. وانت تقول بقى الاندروجين ده بيطلع من الادرينال جلاند يبقى هايبربليزيا هنا ادينوما هنا كاشنج كمان زياده والادويه اللي فيها كل واحد وما يساوي من الادويه. بعد كده الاوفري زياده برضه هنا يعني يعني بوليسيستيك اوفري او اوفريانتيوم. ايه كمان اسباب بقى العاديه اللي هي فاميليال مثلا
وانا يعني حافظها فاميليال ميديتيريان. طبعا هي مش فاميليال ميديتيريان ريفر ولا حاجه، بس عشان ما تنساش يعني فاميليال في الناس اللي هم اللي بتوع البحر المتوسط، الناس اللي عايشين في البحر المتوسط يعني. تمام. مينوبوز مثلا عشان بيبقى فيه قله استروجين، طبعا ممكن هيرجيتيزم برضو. الايديوباسيك ده سبب ايديوباسيك اللي هو يعني النون كوز، نو كوز، نو نون كوز، ونو فاميلي هيستوري. تمام. نون خلاص. فخلاصه الكلام في الحوار هنا ان الهيرشيتيزم هقسمه بنفس التقسيم، حاجات كده مع بعضها اللي هي فاميليال، مونوبوز، ايديوباسيك، اللي هي كانت تقابل فوق لما قلت كلاينفيلتر بيكبر من نيونيت بيوبرتي اولد ايج. بعد كده حاجات مميزه هنا كانت اندروجين زياده، المكانين بتوع الاندروجين زود ده وزود ده، تيومر هنا تيومر هنا، هايبربليزيا هنا، بوليسيستيك اوفر هنا. بس انت كده عرفت التقسيمه بتاعتك، انت بتحفظ ان شاء الله ازاي، هتثبت معاك. تمام. انت كررها بس كمان مره. طيب ادي كده الصفحه اللي بعد كده الامينوريا. الامينوريا دي بقى التيرنر، الامينوريا دي التيرنر، التيرنر سندروم. انت قلت كده كلاينفلتر وقلت التيرنر اهو، التيرنر سندروم. تمام. فدي التيرنر سندروم. بعد كده في اسباب فيسيولوجيكال زي ايه؟ ممكن واحده ما يبقاش بيجي لها الدوره بسبب ستريس او اكسرسايز او بريجنسي او بريست فيدنج. تمام. الكلام ده كله خلاص. زياده الثيرويد برضه ما هي بتعادل ستريس، فلذلك يكتب لك هايبر ثيرويديزم، ممكن من الاسباب تكتبها استخدام مع الباثولوجيكال يعني. تمام. بس انا بكتبها تحت الاستريس عشان هي تعادل كلمه ستريس يعني. طب باثولوجيكال كوز بالمنطق برضه، باثولوجيكال كوز الخط كله، كتب لك الخط كله، الخط ان السلمس كان بيودي للبيتويتري، فالبيتويتري تنزل تحت الاوفري وتنزل للادرينال جلاند. تمام. الخط كله انت لازم فوق تحت يعني. لو في هايبو ثلاميك تيومر، لو في هايبو بيتويتريزم، لو في الثلاثه بتوع المبيض والثلاثه بتوع الادرينال اللي انت قايلهم، ورا الادينال ادينوما هايبربليزيا مش عارف ايه والادويه اللي شبهه، وبعد كده الاوفريان، الاوفريان بوليسيستيك اوفري، ما فيهاش مشكله خلاص. يبقى هي فيها زي اللي فاتت، الخط كله من فوق لتحت، لما تيجي تحت يعني في اوفري وفي ادينال، يبقى هتكتب نفس اللي فات. في فيسيولوجيكال كوز في الاول، ستريس وبتاع مش عارف ايه، ودي التيرنر خلاص. الحمد لله ده التيرنر سندوم. اخر سؤالين قصاد بعض، جه السنه اللي فاتت تقريبا مش فاكر اللي قبلها ولا في سنه 2017 ولا ايه، فبقى بيجي كتير اللي هو الشورت ستيتشر او اللي قلت لك اسمه الثاني ستانتد جروث. تمام. ده القزم، فاول كلمه تكتبها كريتينيزم، مقابلها هناك تول ستيتشر، ده اللي هو العكس اللي هو الجاي الجايجنتزم خلاص. نحفظهم ازاي؟ هبدا بالتول ستيتشر الكبير، عارف انت الناس الطويله خالص اللي هم الناس السود، الناس السود اللي هم فلذلك اول سبب فاميليال اندريسيا، ليس يعني الريس يعني ان هو في الناس السود بالاخص وكده، هيجي لك فاميليا اندريسا، وده الموست كومن على فكره. تمام. ان يبقى السبب اصلا فاميليا او ريس يعني على حسب الريس. اكتب لك ودي اهم كلمه، السود. السود اطلع منها الاثنين، السود اللي هو فاميليا وريس الكومونست، والسود الاس اللي هم تو سندروم مارفان وكلاينفيلتر. مارفان وكلاينفيلتر خلاص، تو سندروم مارفان وكلاينفيلتر. بعد كده تكتب بقى جنجتيزم زي ما مكتوب عندك، وبرده لو في هايبو جوناديزم بايبر هايبو جوناديزم. تمام. طيب عارف انك يقول لك البنات بالاخص البنت القصيره يبقى دي عندها الجينات الجوناد حلوه يعني، فاهم قصدي؟ فلو هايبو تلاقي البنت طولت يعني. يا عم ايه كلام. المهم شورت ستيتشر، شورت ستيتشر بنفس الطريقه فاميليال وريس كومونست، بعد يعني كده تو سندروم، يبقى مش نفس الطريقه. هنا مين السندروم بقى؟ داون وترنر. تمام. داون وترنر، وعشان ما تنساهمش حاول تسبق يعني الناس اللي بتتلخبط، الناس اللي فاكره صورهم لو فاكرين صوره الداون او التنر ان شاء الله مش هتنسى، بس الناس اللي بتتلخبط ثبت الاثنين الحروف اللي شبه بعض يعني، دي شبه التي، يبقى دول الشورت، يبقى التانيين اللي هم كلاينفلتر ومرفان ايه؟ طول خلاص. داون وترنر دي شبه التي، والتاني مرفان وكلاينفلتر. بعد كده بص بقى معايا في اللعبه دي، لان السؤال ده مهم، الشورت ستيتشر امتى يبقى قصير؟ لو الانابوليك اللي هي الحاجات اللي بتبني قلت، او الكاتابوليك الحاجات اللي بتكسر زادت، صح؟ فبص مين البناء عندنا اللي هو الجروث هرمون والتي 4 والانسولين، فلذلك يقول لك لو في الا في الجروث هرمون، لو في الا في التي 4، لو في الا في الانسولين اللي هو التايب 1 دايابيتس ميليتس، ده مهم جدا، سبب مهم جدا. طب او لو كان الكاتابوليك هم اللي زادوا، مين الكاتابوليك؟ الكورتيزون، كورتيزون والكاشنج ما يعادل اللي هو الكاشنج. فكاتب لك اهو زياده الكاتابوليك او قله الانابوليك، ده هيديك ان هو قصير لو زودت الكاتابوليك او قللت الايه؟ البناء. خلاص؟ تمام كده. وحتى في الفارما هناك كنا بنقول الكورتيزون كاتابوليك، اما الانسولين انابوليك، الناس اللي ايه اللي بتنسى الفرق بين الاثنين. خلاص؟ بس اعتقد انا كده قلت تفاصيل حتى يعني للناس اللي ايه العمالقه. لو بصيتوا يا جماعه في ناس مستغربه انك لامم الموضوع كله في كام ورقه وفي بتاع وخلاص، فانت متاكد من الكلام ده؟ بصوا عشان تطمنوا في فهرس دكتور طارق، هتلاقوا الشرح لو انت خدته كده من فوق لتحت كل الفهرس، وقول بقى احنا شرحنا 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 شرحنا
بص معايا بسرعه كده، 5 دقايق دول شرحنا هيباتو ميجا ديسبلين وميجا ليمفادينو بس، قلنا حاجه بتمشي حاجه توصل لحاجه وتكتب امثله في كل حاجه. شرحنا هيوج ديسبلين 2 2 2 2 على وزن بعض، و2 مايل ومايل، و2 بارازيتك وكده. دخلنا منها هايبو ديسبلينيزم وهايبر ديسبلينيزم، هايبر ديسبلينيزم اللي كان فيه ام بي تي سي بي سي وفول بوم مارو والسبلينك بول عادي عالي جدا. طلعنا منها على فيفا دويز سبلينو ميجل، هتكتب نفس اسباب السبلينو ميجل فيفا دويز لينفا دويز، هتكتب نفس اسباب لينفا دويز اللي احنا كاتبينها فوق، وظبطنا الصفحه. تمام، ما تزودش حاجه عن السكيم بقى كده اهو خلاص. طلعنا منها على كتله ثانيه ايزونوفيليا بيزوفيليا مونوسايتوزس اللي هي الخلايا كلها ايه اللي يزيد وايه اللي يقل، وقلنا سكيما فيها سكيمه الزياده سكيمه الاليا وجمله الكورتيزون اللي هي الكورتيزون يكتر كتير يقلل قليل. وظف السكيما دي معاك فيهم كلهم وحط الزياده، الزياده اللي هي ايه؟ ايزونوفيليا مثلا يبقى اكيد بارازيتك والرجي، بيزوفيليا هيستامين وماست سيل والكلام ده وهيبارين. فانت لو ماشي معايا بالوقت دلوقتي هتلاقي نفسك بتجمع كل الوقت، عشان كده بقول لك عينيك مع الوقت تاخد ربع ساعه او اقل كمان ان شاء الله. تمام، فالكتله دي كلها هتوظف السكيم. السكيم طبعا اللي هو كان سكيم اي زياده اللي هو بيزيد من جوه مايلو بروفيت ديسيز از لينفوما لوكيميا، بيزيد من بره انت بتدي له هيماتوبويتيك فاكتور از الكولون ستيميوليتنج فاكتور جي كولون ستيميوليتنج فاكتور جي ام كولون ستيميوليتنج فاكتور. طيب الا قله البوم مارو اللي هو البوم مارو انفلتيشن بوم مارو فيلير، او الا بالايدز والادويه اللي انت بتديها من بره، يبقى الا من جوه والا من بره. شكرا. تمام، فدي وتوظف جمله الكورتيزون، الكورتيزون يكتر كتير يقلل قليل، فهتكتبه مع كل حاجه انه بي قللها ما عدا الكتير اللي هو النيتروفيل، هو يكتر الكتير، ما هي النيتروفيليا كتير اصلا، فتكتبه مع النيتروفيليا. اما مع الحاجات التانيه تكتبه مع الابنيا بتاعتها، يعني ايزوبنيا بيزوبنيا والكلام ده. خلاص الحمد لله. خلينا بعد كده على كتله الجي اي تي اللي هي الدي ديسبيبسيا ديزنتري والكرونيك دايريا، الاثنين اللي بالدي اوصل للدي اي بي سي دي، وبي بابي هنا وتحت مامي الام والام، وهناك كان بي واحده بس وبتاع. لو انت موظف معايا، لو انت بص معايا في الوقت دلوقتي هتظبط الدنيا. دخلنا بعد كده على الكونستبيشن، ابدا بالسي وكمل، واللي من تحت رسمه اللي من تحت لو فاكرين اللي هي فيشر بايلز اطلع فوق شويه فيتيكلوز وكانسر. خلينا بعد كده على اكيوت دايريا، قلت لك الاكيوت دايريا ده اشهرها نازله معويه، يعني اشهرها انفكشن وادويه، انفكشن وتوكسيك يعني. انفكشن واشهرها البكتيريا اللي هم بالسي والاس، ما قلنا ستاف سالمونيلا شيجيلا كامبيلو كولاي الكلام ده كله، قلت لك اي سي واس افتكر يا عم ان شاء الله يطلعوا صح يعني. خلاص كامبيلو كولاي الكولستريديوم الكلام ده كله. دخلنا بعد كده على الادويه اللي الادويه اللي بتجري مغنيسيوم بيجري، اما الالومنيوم الانتاس اللي فيها مغنيسيوم، اما الثانيه الانتاس اللي فيها الومنيوم كانت بتعمل كونستبيشن. شوف انا بحاول الم معاك الدنيا كلها تاني. خلينا بعد كده على المواضيع بقى دي بتاعت الهنتيش، مش هقولها بقى، الديسبيبسيا والايه الناس اللي عليها بقى زي الهاليتوزيس الريحه الوحشه، وقلنا بنجيبها من على المناخير اللي هو النفس مناخير وبق وينزل والكلام ده كله. جمع معايا كده هتجيب الدنيا، هتلاقي الدنيا ان شاء الله تمام. تمام كده. دخلنا برضو على فوميتنج. الفوميت طبعا خلي بالك جدا من سؤال اسمه نون اليمنتري فوميتنج، بالله عليك احفظه، اللي هو كان لو انتوا فاكرين وانا قلت هتضطروا تكرروه عشان تحفظوه. النون اليمنتري فوميت اللي هو ايه؟ هايبوجلايسيميا هايبرجلايسيميا اسيدوزيس الكالوزيس يوريميا. بعد كده دول كلهم الحاجات اللي مع بعض. بعد كده الفوميتنج كمان كان النون اليمنت اللي ممكن حاجه اصلا اثرها سيت زاد فوق زي المورفين والادويه والحاجات اللي بتزود الانتراكينات، تنشي الحاجات اللي هي بتاثر السنتر اللي من فوق. الكلام ده حفظناه كويس. تمام، بعد كده دخلنا على طبعا الابدومينال اكيوت بين، الابدومينال بين كله رسمه الابدومينال بين، وفي الرايت سايد ايه ممكن يطلبه لوحده، واكيوت ابدومين، اكيوت ابدومين اللي هو حاله سيفير كرايسيس، يبقى كرايسيس كرايسيس واثنين سيسيس على وزن بعض، ده بيتكتب اسيتوزيس وستيم كلوز اسماتوزيس، بعد كده اثنين فيفر دوماتيك فيفر فاميلي بدايه فيفر، بعد كده اللي هم الحاجات المشهوره اللي هي بقى ازاي ده من سايز اكيوت من سايز اكيوت كوليسيستايتس اللي هم اللي على اليمين، ومعاهم اكيوت بانكريتس اللي هو في النص وبيراديت للباك. كمان كان عندنا سؤالين ابر جي تي بليدنج وكومون في ايجيبت لو فيو جيم، قلت لكم اكتبهم بالترتيب، واول واحده 66%. كمان كان عندنا اللور جي اي تي بليدنج اللي هو بنجيبه من تحت، ولو كان ميلينا والحته اللي قلناها دي لذيذه قوي وهاتها من تحت، واشهرهم الدايفرتيكولوزيس عشان اقول لك الاشهر. ده كله. دخلنا النهارده على اللوكشه كلها على بعضها بتاعت السي في اس والتشيست اللي قلناها في الاول من رسمه القلب واللنج، وقلت لك ازاي تالف، وطلعنا منها باسئله. اول صفحه دي لوحدها المفروض انت انك توظفها وتعرف تسمع منها، ديزنيا كاف هيموبتس اللي هو الليمب ايديما جنراليز ايديما اسايتس كونجست نيك فين، وسمعتهم كلهم قدامكم ووظفتهم كلهم قدامكم عشان تطمنوا ان المفروض انت تسمعهم بنفس الطريقه زي ما انا سمعتهم. بعد كده دخلنا على التشيست بين وبالاخص الاكيوت تشيست بين واكيوت ديزنيا، ده سؤال مهم اللي هو بالمونري بالمونري نيومو نيومو مايوكارديال بريكارديال واتاك بونك الازمه سينكوب كارديو فاسكولار كارديو وفاسكولار. تمام، اسباب دي واسباب دي، وطبعا قلنا بقى الاستاذ هايبوتنشن والدايريتكس والدايريتور وكده. خلينا بعد كده على الثلاثه اللي هم قلت لك بص على الصفحه الاول قبل ما تبدا،
الصفحه شبه بعضها، بوليوريا بروتينوريا هيماتوريا، وده مهم جدا الصفحه دي بالله عليكم. التقسيمه بوليوريا بحرف البي، ما تتلخبطش ان البروتينيا بحرف البي برضه، بس هي تقسيمتها كانت افات 3 اف فانكشنال فولس، ان هي اصلا مش بروتين ده سيمن او غيره، وفي المكان قدامك هيماتوريا بريرينا رينا بوسترينا، وعرفنا نكتب فيهم ازاي ونكتب نطلع الاجابه كلها ازاي. اخر حته قلناها بقى بتاعت الهيشيوتيزم والجاينيكو ماست اللي هو كان الواد كلاينفلتر وبتاع، وقلنا البيت تيرنر اللي عندها امينوريا، وقلنا برضه الشورت ستيتشر ستيتشر والتول ستيتشر والشورت ستيتشر في اسم تاني لو قال لك شورت ستيتشر او قال لك ستانتد جروس، حط هنا كريتينيزم هنا جيجانتيزم هنا فاميليا روريس هنا فاميليا روريس، التو سندروم اللي هنا اللي بتدي والتي مع بعض، اما التو سندروم اللي هنا وبعد كده في الشورت هتزود اسباب عشان ده سؤال بيجي كتير، هتزود ايه؟ انك تزود الكتابوليك كورتيزون وعلى وزنه كاشنج، تقلل الانابوليك زي الجروس الحاجات اللي بتبني الجروس هرمون والانسولين، يعني تايب 1 دايابيتس ميليتس مهمة جدا. اتمنى الموضوع يعجبكم. تمام، في حاجة بس عاوز اقولها في الاخر يا شباب قبل ما اقفل، ان الحاجة بس عاوز اكد عليها يا شباب بالله عليكم، الكودات دي يا جماعة ما هي الا مساعدة، الكودات دي ما هي الا مساعدة. تمام، انا عاملها عاوز اقول ان انا مش ابن الدكتور ولا قريب القسم، يعني عشان مثلا واحد يقول لي انت مفيش سؤال هيطلع بره اللي انت قلته. بص احنا عشان اقول لك ان احنا الحمد لله عملنا اللي علينا وزياده، شوف كتاب دكتور طارق وبص على الفهرس كله، انزل واحده واحده من فوق لتحت. احنا كل اللي عملناه ان احنا ازاي نوظف الاسكيم فهمه، تش تقرا مثلا الزينوفيليا لوحدها وبعد كده المونوسايت لوحدها وبعد كده مش عارف ايه لوحدها، لا احنا وظفنا اللوكشه كلها، خلصنا بقى اربع خمس مواضيع مره واحده، هتلاقي الفهرس كله بيجي معاك. كمان زودت على اسئله اصلا ما لقيتهاش كمان، فبدات اجيبها من النظري واسئله مهمه، وحاولت بقدر الامكان اجمع، حاولت بقدر الامكان الحمد لله، وشفت امتحان السنه اللي فاتت والاسئله مشهوره ودكتور طارق وكل حاجه. لكن هذا لا يعني ان مهما كان لفظ تجميعات ولفظ سيمتوماتولوجي الدكتور لو عاوز يحط على الدفعه هيحط، هيعمل اللي هو عاوزه. مش بقول كده عشان اوتركم، بس بقول كده يعني مثلا لو حتى حصل كده ان شاء الله مش هيبقى اكتر من سؤال مثلا. يعني عاوز اقول لك مثلا على سبيل المثال، مثلا الناس بقى اللي هنتريش فشخ بقى، يعني اللي هم الناس بقى العاليه جدا، يعني لو عاوز بس تسمع مني الكلام ده تمام، ممكن يجي يقول لك مثلا قول لي الاسباب اللي بيزيد فيها ال ال دي اتش، انت معايا؟ اللاكتيد هيدروجينيز مثلا، الالكالين فوسفاتيز، انت فاهم اقصد ايه؟ يعني اي ما يكون لفظ التجميعات ولفظ السيمتوماتولوجي الدكتور براحته تمام. لكن الحمد لله احنا في ايدينا ايه عملناه، احنا لو شفت الورق اللي معاك سواء دكتور طارق او اي تجميعات بيذاكرها دكتور جمال اسم او غيره، حاولت اجمع بقدر الامكان ووظف انك ازاي تحفظ السكيم تمام من صفحه واحده، لو انت حفظتها بضمير ووظفتها بضمير تمام، طلعت منها الديزنيا والهيموبتسيس والكاف اللي اول صفحه قلتها النهارده تمام. فالحمد لله ده اللي احنا نعمله، فدعواتكم بالله عليكم احنا بنتعب والله في الموضوع ده. الحاجه الاخيره اللي عاوز اقولها ان في حاجه في التجميعات اسمها سيانوزيس وكلابينج تمام، دي هتلاقوها عندكم عشان ما تقولوا احنا ما قلناهاش، هي صفحه واحده بالظبط في ملف دكتور طارق، صفحه صغيره خالص، هي اصلا هبل خالص. يعني ساينوز كاتب لك ان في بيفر ساينوز سنتو ساينوز ومثال على ده مثال على ده، طب الكلابنج في بلو كلابنج واللي هو البيل كلابنج، لا حاجات عملي اصلا واتهرست جدا، فانت بص عليها صفحه تقريبا 21 و22 حاجه زي كده يعني تمام، فدي هبل خالص، يعني هتلاقي اصلا مثال وسط في كل واحد تمام. هتلاقي كمان معاهم والله اعلم الفوميتنج، دي بقى اللي عاوز اقول لك عليها، هي اصلا ليفر، يعني مش هقعد اشرح الفوميتنج كلها تاني تمام. اللي تفتكروا من الفومتنج اللي هم كانوا ثلاث اسباب، كان فيها هيموليتيك جوندس، الجوندس فيها هيموليتيك جوندس وفي الاوبستراكتيف جوندس والهيفاتسولا جوندس تمام، فدي هتلاقيها برضه مكتوبه في جدول كده، فدي يعني خلاص ما فيهاش مشكله تمام. اعتقد كده هتلاقي الموضوع ان شاء الله ملموم جدا. الفيفر ايه اسباب الفيفر يعني؟ خلاص فالفيفر اصلا جت فيفر اوف اوريجن جت في الوقت الثالثه في الوقت الثانيه قصدي تمام. فيعني عاوز اقول ان الموضوع ان شاء الله يبقى اتلم، واحنا عملنا اللي علينا، المرجع او المراجع اللي انتوا بتذاكروا منها اتجمعت الحمد لله كلها في المده اللي انتوا شفتوها ديت وفي الورق اللي انتوا شفتوه ده. لكن هل ده معناه ان انا مثلا بقول ان مش هيطلع سؤال؟ ده انا مش ملزم بيه، انا مش دكتور في القسم ولا يعني انا بس كل اللي بنعمله يا جماعه ان احنا بنحاول نسهل، بدل ما انت كنت هتذاكر تحس ان الدنيا مش ملمومه، الحمد لله الموضوع اتلم زي ما بفضل ربنا حصل في البلاد وغيره تمام. انك الحاجه اللي ذاكرها في وقت كبير وما تحفظش بضمير، بنحاول نجمعها في وقت قليل تحفظ بضمير، خلاص ده اللي بنعمله. لكن هل بقى انا معايا الامتحان ولا انا لجنه علميه ولا بتاع، ما حدش يعرف حاجه، خلاص احنا بنعمل اللي علينا وسيبه بقى على ربنا تمام. الحاجه الاخيره بس اللي عاوز اقولها ان يوم الامتحان ان ربنا يرزقنا الثواب ربنا يرزقنا الثواب يا رب ويجعل العمل خالصا لوجهه الكريم. يوم الامتحان ان شاء الله قبل الامتحان بربع ساعه او نص ساعه وانتوا قاعدين هيبقى في يعني ده اختياري طبعا، انتوا يعني كل واحد اللي يقدر يعني في اللهم صل على محمد في ظرف مظروف كده
هيعدي عليكم. هو مش تبع انا والله خالص، بس هو تبع ناس حسبوا على خير يعني ماشيين في الكليه، في جمعيات في الكليه واسر في الكليه، بيبقوا متابعين مع كذا حاله. والله في حالات انا شفت حالات وحكوا لي عنها، يعني في حالات بالعبيط بتنقل قاعده في المستشفى وبيتنقل لها دم بالعبيط ومعاش فلوس اصلا، يتنقل لها دم وصفايح وليله كبيره. ف في حاله شغاله دلوقتي كانوا مكلمين عنها، وانا قلت يعني اعمل اللي عليا كتبليغ مش اكتر، هخليهم هبلغهم اقول لهم اذا كنتوا انتوا تقدروا تعدوا عدوا الجواب، وانا فهمت الناس اللي يقدر يحط حاجه يحط حاجه كتبرع للناس يعني، ربنا يرزقنا كلها الثواب يا رب، يجعل عمله يا رب يجعل العمل دوت خالص لوجه الكريم. اتمنى الموضوع يبقى اتلم. دعواتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري.